حركة. هذه الزينكس كيلو. بفضل من الله وتوفيقه وفي إطار الخطط المتخذة لمكافحة المخدرات، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض على 3 وافدين، 2 من الجنسية الأثيوبية وباكستاني، امتهنوا ترويج كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، متخذين شقتين سكنية وسط مدينة الرياض وكرا لسلوكهم الإجرامي. وضبط بحوزتهم على ما يقارب 33 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر و26 ألف قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وسيتم تسليمهم المضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ